بسم الله الرحمن الرحيم، طلابنا الأعزاء، في حديثنا اليوم حنتحدث عن الفيروسات التي تصيب الجهاز الدوري واللمفاوي، viral disease that affect the circulatory and lymphatic system. طبعا حديثنا حيكون مصب على الفيروسات اللي بتصيب الجهاز الدوري واللمفاوي. بداية حديثنا حيكون على Epstein-Barr virus، هذا النوع من الفيروسات كما هو موضح طبعا عندنا بالشكل، شكل الفيروس الفيرال جينوم كما نعرف جيدا كيف التركيب تبعه. في عندنا الانفلوب، عندنا الانفلوب بروتين الفيرال جينوم، النيوكليوكابسيد فيرال توجمنت، واعتقد صار عندنا فكرة مسبقة سابقا كيف تركيب الفيروس بهذه المكونات اللي هو موجود فيها حاليا. بداية عن الإبستين بار فيروس، طبعا إبستين بار فيروس ينتمي لأي عائلة، هو مجموعة من الهربس فيروس، وإحنا بنعرف مجموعة الهربس فيروس اللي هي تتميز إنها لاتنت فيروس، هذه المجموعة من الفيروسات. فأي نوع منها الإبستين بار فيروس في الجاما هربس فيروس، طبعا بيطلق عليه هيومن هربس فيروس 4. تمام، النيوكليوكابسيد لهذا النوع من الفيروسات تقريبا 100 نانومتر، والكابسومير 162 كابسومير. تمام، ممبرين، كيف عنده الممبرين؟ درايفد باي مين عندي بادينج، وهذا اوف اماتشور بارتيكل ثرو سيل ممبرين اند اكوايرد فور انفكتيفيتي. وطبعا بيستغل اللي هو من خلال عملية التبرعم بيكون عندي اللي هو الممبرين. الجينوم طبيعته لهذا النوع من الفيروس يعتبر لينير دبل ستراند دي ان اي، ما بنعرف شو نوع الفيروس، و 172 كيلو بيس بير. طبيعة الجينوم للإبستين بار فيروس ايش ماله؟ هذا لا يقوم بعملية الانتجريشن، يعني ما بصيرلوش انتجريشن انتو سيلولار دي ان اي، لكن ممكن يكون ايش عندي ايبيسوم which reside in the nucleus. هذا كلام كتير مهم، يعني طبيعة الفيرال جينوم ما بصير له انتجريشن في السيلولار دي ان اي، ولكن يوجد على شكل اكسترا اللي هو ايبيسوم موجود وين عندي ريزايد في النيوكليوس. خليني انا أجيب مثال يعني على أساس أقرب فكرة، يعني عندنا البكتيريا عندنا، في عندنا النيوكليولس تبعتها هي تعتبر بروكاريوت صحيح، لكن في مصطلح بتتذكر شرحنا عنه البلازمين، إيش كان تعريفنا للبلازمين بتتذكروا؟ حكينا عبارة عن إكسترا كروموسومال دي إن إيه، مش موجود في الدي إن إيه، إكسترا كروموسومال دي إن إيه. وهنا بتحدث عن طبيعة الفيروس في هذه الحالة، انه ايش ماله؟ لا بصيروش انتجريشن في الجينوم، ولكن ايش بكون موجود على شكل مين؟ ايبيسوم، سيركولر ايبيسوم موجود عندي في النيوكليوس. الجينوم طبعا بيعمل انكودنج لتقريبا قديش عندي؟ ل 100 ل 200 اللي هو بروتين، وقليل منها تم التعرف عليها. بالنسبة للإبستين بار فيروس تقريبا بيعمل انفكشن ل 90% من الورد بوبوليشن، خصوصا في سن الطفولة أو البلوغ. ينتقل بشكل رئيسي عن طريق إيش هذا النوع من الفيروس؟ عن طريق السلايفا. وش بيطلق عليه هذا الفيروس أو المرض اللي بسببه؟ كيسينج ديسيز، لأنه ينتقل عن طريق السلايفا، فأطلق عليه اسم مين؟ مرض اللي هو التقبيل أو الناتج عن القبل. تمام، لكنه ينتقل ايضا عن طريق مين؟ البلد، عن طريق الاورجن ترانسبلانت، عن طريق ايضا البرينيتال اكسبوجر. في الديفلوبينج كانتري وجدوا انه البرايمري انفكشن تقريبا موجود عندي، وهذه معلومه جيده ان نعرفها، انه في الدول الناميه وين بنلاقي عندنا انتشار لهذا الفيروس موجود؟ في مرحله مين عندي؟ الطفوله. لكن عندي في الديفلوب ريجون في المناطق المتطوره وين بلاقيه عندي؟ في الالدوسنس. فهذه من الاشياء المفرقه ما بين الديفلوبينج والديفلوبد كانتري لطبيعه هذا النوع من الفيروس وين بيكون موجود اكثر. يرتبط هذا الفيروس مع مين؟ يرتبط بالبوركوس لنفوما، في الهوجكن لنفوما،
في النيزوفرينجيال كارسينوما واذر مالينس. عشان هيك احنا بنعتبره اونكوجينيك فيروس. ليش؟ لانه بحفز عندي على وجود مين عندي، اللي هي امراض ملاحظينها كلها، هذه امراض سرطانيه، بيركتس لينفوما، هيرتشيكون لينفوما، نيزوفرينجيال كارسينوما. ومن حيث الديسيز اسوسيشن، طبعا هنا تنويها انه غالبا هذه الاشياء اللي بنلاقيها موجوده عند الناس اللي عندهم مين ضعف في المناعه، لانه الناس الضعف في المناعه في قاعده تعلمناها مع بعض، هذول الناس ايش يعتبر عندهم، وخصوصا خلينا نجي لمريض الايدز على سبيل المثال، ليش بلاقي عنده كثير مصايب بتصير؟ لانه عنده التي هيلبر صار عددها قليل جدا، وبالتالي بصير عند كثير من انواع البكتيريا والفيروسات والفطريات اوبورتونيستيك، تنتهز ضعف المناعه وتهاجم جسم الانسان، وبتعمل عنده طبعا اشكاليات مرضيه صعبه مع المريض. ديسيز اسوسيشن وجدوا انه من حيث ارتباط الامراض، اللي هو مش احنا حكينا قبل شوي بيركوتس لينفوما كاحد الامثله، هذه تعتبر ملاريا انديميك اريا، بنلاقيها وين موجود هذا المرض اكثر انتشارا، في المناطق التي يعتبر الملاريا مستوطن فيها، في المناطق التي يعتبر الملاريا مستوطن فيها. والنيزوفارينجيال كارسينوما is prevalent in East Asia. النيزوفارينجيال كارسينوما موجود عندي في شرق آسيا. في عندي انتيجينيك كومبوننتس للفيروس. شيل الانتيجينيك كومبوننتس، ملاحظين طبيعة الفيروس، في انتيجينيك كومبوننتس بناخذها في عين الاعتبار. في عنا فايرال كابسيد انتيجين، في عنا ايرلي انتيجين، وفي عندي ايضا ابستين بار نيوكليار انتيجينز. ثلاث انواع نعيدهم، عنا فايرال كابسيد اللي موجود على الكابسيد، وفي عنا الايرلي انتيجين، وفي عند ابستين بار نيوكليار انتيجينز. هذه انتيجينز كومبوننتس لمين؟ لابستين بار فيروس. لو جينا على طبيعة الباثوجينيسيس لطبيعة هذا الفيروس وإيش بيعمل بشكل يسبب إشكاليات مرضية، من طبيعة هذا الفيروس وين غالبا بتبدأ الانفكشن؟ احنا الانفكشن بيبدأ في الأوروفارينكس، وبينتقل لمين عندي؟ للبلد. وين بروح بيعمل انفكشن؟ للبيتا لمفوسايت، للبي لمفوسايت عفوا، بروح لمين؟ للبي لمفوسايت. فإذا وين بيعمل انفكشن؟ للبي لمفوسايت. حتى انه وجدوا انه السيتوتوكسيك تي سيلز تتفاعل مع الانفكتد بي سيلز، تي سيلز اند ذا اتيبيكال لمف سين ان بلاد سمير. يعني هذه من الشغلات المميزه جدا في حالات الابستين بار فيروس، خصوصا في الانفكشوس مونونيوكليوسيس. ايش بلاقي عندي؟ طبيعه الليمفوسايت، ولكنها ايش مالها؟ هل ماخذ الشكل الطبيعي النموذجي تبعها؟ لا، ماخذ اتيبيكال ليمف، بنلاقيها موجوده عندي وين؟ في البلاد سمير. ابستين بار فيروس، وهنا بنحط كمان ونركز عليها المعلومه هذه جدا، انه احنا قلنا تعتبر هذه المجموعه من الفيروسات ليتنت فيروسز، تمام؟ فنجد انه هذا الفيروس ايش ماله؟ يصبح ليتنت وين عندي؟ وين اللاتنسي تبعته بتكون؟ في البي لينفوسايت. هذا الكلام اللي جدا مهم ايضا. في بعض الحالات نجد انه في بعض الكوبيز بالابستين بار فيروس بصير لها انتجريشن في السيل الجينوم. ماني كوبيز اوف سيركولار ابستين بار فيروس دي ان اي، وين بلاقيها موجوده عندي؟ في السيتوبلازم. الاميون ريسبونس للابستين بار فيروس بتتكون من مين؟ لو صار في عندي مناعة ضد وجود هذا الفيروس، ايش الاستجابة المناعية للجسم؟ بتكون على شكل مين؟ اي جي ام انتي بودي. لمين عندي؟ للكابسيد انتيجين، تمام؟ فالاي جي جي انتي بودي تو فايرال كابسيد انتيجين، تمام؟ ايش مالها؟ It follows and persist for life، يعني بتلاقيها تتبع وتستمر طول الحياة. في الباثوجينيسيس ايضا عند الاي جي ام، ايش نجد ان الاي جي ام ريسبونس is therefore useful for diagnosis acute infection
whereas IgG response is best for revealing prior infection. بعتقد هذا كله تعلمناه وبنعرفه جيدا، انه IgM تدلل على recent infection و IgG تدلل على previous infection. تمام، طبيعة هنا ال lifetime immunity against second episode من ال infectious mononucleosis تعتمد على مين؟ تعتمد على ال antibody to the viral membrane antigen. قديش الجسم كون antibody لل viral membrane antigen. هذا يقودنا في الحديث لمين؟ لشغلة مهمة، انه الجسم كون antibody صح؟ لكن هناك في عندي انا بالنسبة للأنتيبادي في عندي إبشتين بار سبيسيفيك أنتيبادي، إبشتين بار فيروس سبيسيفيك أنتيبادي، وفي عندي نان سبيسيفيك هيتيروفايل أنتيبادي. تمام، شي هذه الهيتيروفايل أنتيبادي النان سبيسيفيك هيتيروفايل أنتيبادي؟ بقول هنا أنتيبادي جسم هنا كونها هذه، تمام، واستطعت التعرف عليها باستخدام انتيجنز اخرى عن الانتيجنز التي حفزتها. بهذا المعنى اعيدها ثاني لان هذه الجمله مهمه، انه الهيتيروفايل ايش مقصود فيها؟ هي انتيبادي، مش بتحدث عن هيتيروفايل انتيبادي؟ نعم هي انتيبادي كونها الجسم، لكن انا استخدمت للتعرف عليها مين عندي؟ استخدمت انتيجنز اخرى غير الانتيجنز اللي مين حفزتها، تحفزت من خلالها في جسم الانسان، عشان هيك بطلق عليها مين عندي؟ التيروفايل انتيبادي. وهنا طبيعة هي عمال بأكد وبتحدث الموضوع، بتحدث عن الانتيبادي صح؟ طبيعة التيروفايل انتيبادي في حالة الانفكشوس مونونيوكليوزز مالها؟ تعمل اجلوتينيت مين؟ لشيب اور هورس ريد بلاد سيلز ان لابراتوري. تستطيع ان يحدث الاجلوتينيشن مع مين؟ مع الشيب. لكن هل الشيب او هورس ار بي سيز سيلز هم اللي حفزوها؟ طبعا لا. فهذه عشان هيك اطلقوا عليها هيتيروفايل انتيبادي، ان انا استطعت ان اتعرف عليها من خلال انتيجن غير الانتيجنز اللي حفزتها عند جسم الانسان. طبيعه الابشتين بار فيروس مرتبطه بعديد من الامراض، وعلى راسها الكلام اللي قاعدين بنحكي فيه الانفكشوس مونونيوكليوسيس اللي بنسميه كيسينج ديزيز، اللي بينتقل عن طريق القبل. عندنا يعني البيركس لونفوما، الامراض السرطانيه الهامه، بيركس لونفوما، سنيزوفرينجيال كارسينوما، لينفو بروليفيريتيف ديزيز اند لونفوما في الاميون سبريست بيشنتس، اكس لينكد اميونو لينفو بروليفيريتيف سيندروم، كرونيك انفكشوس مونونيوكليوسيس، اورال ليكوبلاكيا في الايدز بيشنتس، كرونيك انترستيشيال نيمونايتس في الايدز بيشنت. كل هذه تعتبر ديس اسوشيشن مع مين؟ مع اللي هو ابستين بار فيروس. ابستين بار فيروس انفكشوس مونونيوكليوسيس اللي احنا بدينا فيها، اللي قلنا عنها الكيسينج ديزيز، اللي هو مرض القبل اللي ناتج عن هذا النوع من الفيروس. هذا الالنس ايش ماله؟ ناتج عن الاصابه بالابستين بار فيروس، تمام؟ و كلينيكالي ابيرنت النس يوجوالي ديفلوب وين برايمري انفكشن اوكير في الادلت. ممكن ان تحدث اللي هي عمليه الالتهاب هذا وين عندنا؟ في الادوسنس او الادلت هود. طب من حيث الكلينيكال فيتشرز ايش بالحيث الانكوبيشن بيريود؟ قديش عند الانكوبيشن بيريود؟ الانكوبيشن بيريود عنده من 4 إلى 7 أيام. الروت اوف انفكشن، كيف انتقلت العدوى بالانفكشوس مونونيوكليوسيس؟ انتقلت العدوى بالانفكشوس مونونيوكليوسيس من خلال مين؟ الكلوز كونتاكت، الكيسنج. الفيروس بصير له سكريشن في مين؟ انترميتنتلي في السلايفا اوف سيبتوماتيك كاريرز. يعني هذه اللي هي الروت اوف انفكشن من خلال القبل، الكلوز كونتاكت، بحيث انه الفيروس بصير له سكريتد من خلال السلايفا. السلايفا عامل مهم وناقل للعدوى. الساينز والسيمبتومز، ايش الاعراض اللي بلاقيها؟ الاعراض اللي بلاقيها في مثل هذه الحاله غالبا فيفر، جنراليزد ليمف ادينوباثي، سور ثروت،
ماليزيا، تايردنس، سيبلينو ميجالي، هيباتو ميجالي. وايضا لو جينا على الليفر فانكشن تيست برضو ابنورمال ليفر فانكشن تيست، هذه من الاشياء اللي احنا بنلاقي فيها كمان اللي هي مين الشغل مميز. احنا بنقول الفيروس بصير لاتنسي، صح؟ ايش بتتذكروا حكينا في الليمفوسايت، وايش طبيعة الليمفوسايت؟ اتيبيكال الليمفوسايت، يعني هنا بنلاقي طبيعة من الحاجة الاشياء اللي بنلاقيها خصوصا في الانفكشوس مونونيوكليوزز، انه طبيعته عبارة عن ايش هنا؟ اتيبيكال ليمفوسايتوسيس. هذه من الخط العريض والكبير، هذه هي طبعا بصير لها لاتنسي في الليمفوسايت، ونتيجة للانفكشن ايش حتتسبب عندي؟ اتيبيكال ليمفوسايتوسيس. يعني بالمجمل في عندي اعراض تعب شديد، حمى، التهاب حلق، تضخم في الغدد اللمفاوية، واحنا زي ما حكينا قبل شوية بتصيب اكثر شغل المراهقين والشباب. لكن لا يبقى الامر على ذلك، يمكن ان يحدث مضاعفات كذلك للانفكشوس مونونيوكليوسيس، بحيث انه بصير عندنا التهابات في الكبد وتمزق في الطحال نتيجة هذا النوع من الفيروس. اعتماد على ايش التشخيص؟ بعتمد على الهيتروفايل انتي بادي تيست. لما اسمع هيتروفايل انتي بادي تيست الان صرت فاهم شو هي، ان استخدمت انتيجين اخرى غير الانتيجين اللي حفزتها حتى افحص مين الانتي بادي المنتج الموجود عندي في الجسم عشان اتعرف على الانتي بادي للابشتين بار فيروس. There is no specific treatment، لا يوجد عندي علاج. طبعا هذه هي اللي هي اعراض حكيناها وبالتفصيل شرحنا عنها في حالات الانفكشوس ديسيز، فيفر، سور ثروت، سوالون ليمف جلاند. هذه من المونونيوكليوسيس كوسز ان اللي هي الاعراض سيمتومز الموجوده. نيجي الآن لمين؟ لبيركوتس لومفوما، سرطان الآن بنتحدث. طبعا هو عبارة عن نوع نادر من السرطان، بيرتبط بشكل رئيسي مع مين؟ مع الإبستين بار فيروس، لأنه أونكوجينيك فيروس. وطبيعة هذه الإصابة وين بنلاقيها؟ موجودة أكثر في أفريقيا، غالبا بتصيب الأطفال في المناطق الموبوءة بمين؟ بالملاريا. وطبعا بنلاقي إنه في بعض الحالات اللي مصابة بالبيركوتس لومفوما في نمو سريع هنا وين للأورام، وين في منطقة الفك والأمعاء، حتى بحيث أنه العلاج تبعه غالبا بيعتمد على مين؟ على العلاج الكيميائي السريع الفعال. إذا لم يتم علاج المرض في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي بالمريض إلى مين؟ إلى الوفاة. هذه مقدمة تعريفية عن البركوس لمفوما اللي هو عبارة عن fast growing cancer للبي سيلز caused by Epstein-Barr virus، وغالبا بنلاقيها في مين حكينا؟ في المناطق الانديميك اريا اللي موجود فيها ملاريا و اتش اي في patients. بيركوتس لومفوما انديميك غالبا تحدث في افريقيا زي ما حكينا قبل شويه. It is the common ويعتبر ويطلق عليه اسم مين؟ common childhood tumor، اكثر انواع السرطان من الطفوله انتشارا. تمام. It is usually in children aged تقريبا قديش الايج تبعهم؟ من 3 ل 14 سنة. It responds favorably to chemotherapy، زي ما قلت الحين قبل شوية ان انا ايش بتبع هذه العلاجات انه بنعطيها مين؟ كيموثيرابي. It is restricted to areas، وغالبا زي بنعيد الكلام انه نجد انها محصورة في مناطق ايش مالها؟ هولو انديميك ملاريا، موجود فيها ملاريا. Therefore it appears that malaria infection ايش تعتبر؟ على ذلك يمكن استنتاج من ذلك انه الملاريا انفكشن هنا ايش كان عبارة عن ايش؟ عبارة عن كوفاكتور، كعامل مساعد. البركتس لومفوما مين الخلايا اللي تارجت السيلز؟ اللي بي ليمفوسايت انفولف سوليد تيومر برايمرلي
made of مين عندي abnormal B cells. طبيعة الخلايا ايش بتكون عندي abnormal B cells. وهنا ايضا طبيعة الارتباط ما بين ال HIV والملاريا، هذا بيعود يؤدي الى مين، الى polyclonal B cell activation and can control Epstein-Barr virus B cell proliferation، وهذا بيؤدي في نهاية الامر الى لنفوما اللي هو قلنا احد الانواع والاشياء اللي ممكن يسببها وجود الابشتين بار فيروس. بالنسبه للابشتين بار فيروس مالتيبل كوبيز اوف ابشتين بار فيرال جينوم ان سم ابشتين بار فيرال انتيجنز، وين بنلاقيها موجوده عندي في البركوت لنفوما سيلز. وانه الشخص اللي موجود عنده بركوت لنفوما لو جينا طلعنا ايش بنلاقي في عنده، هذا المريض عنده تايتر عالي من مين؟ من الأجسام المضادة ضد مين؟ ضد ال various Epstein Barr viral antigens. تمام، هذه طبعا توضيحا لطبيعة البيركوتس لنفوما. كانسر associated with Epstein Barr virus مثل مين على سبيل المثال؟ نيزوفارينجيال كارسينوما ايضا في الصين. وحكينا عن البرك، حنحكي عن البركتس لنفوما ايضا تعتبر من الامراض السرطانيه المرتبطه بالبار فيروس. فيما يتعلق بالدياجنوسيس، تشخيص، كيف يتم عمليه التشخيص عندي؟ التشخيص اعتمادا على الهيماتولوجيكال ابروتش. احنا قلنا وين عندي في مشكلة، في عندي لينفوسايتوسيس، نسبة الليمفوسات ايش بتكون عندي عالية مرتفعة، وهذه تقريبا بتحدث في 30% abnormal lymphocytosis seen اللي احنا ايش حكينا عنها قبل شوية atypical lymphocyte، بستطيع اني اشوفها بشكل واضح. فهي عبارة عن ايش، بقول لي عبارة عن ان انا بستطيع ان اتعرف على مين، على atypical lymphocyte اللي بتاخد شكل lobulated nucleus والvacuolated basophilic cytoplasm، من شكلها بنستطيع نتعرف عليها للاتيبيكال ليمفوسايت. They are cytotoxic T cells that are reacting against Epstein-Barr virus infected B cells. من ضمن ايضا specific serological tests antibody to viral capsid and nuclear antigen. مش بنتذكر حكينا انواع الانتيجين احنا، الفايرال كابسيد انتيجين وفايرال نيوكلير انتيجين. تمام، الانتيبادي الجسم بفرزها ضد الفايرال كابسيد والنيوكلير انتيجين برضه بيساعد على تشخيص حالات مين، الانفكشوس مونونيوكليوسيس. الاي جي ام والاي جي جي للفايرال كابسيد انتيجين مستطيع نتعرف عليها في الايرلي ديورينج الاكيوت فيس. الفايرال كابسيد انتيجين اي جي ام موجود في الاكيوت فيس. الاي جي جي للابستين بار فيروس نيوكلير انتيجين نستطيع نتعرف عليه في الليت ان كونفلسرانس 6 مانث بوست انفكشن. تمام، هي عندي لو طلعنا هي شكل النورمال لينفوسايت في البلاد فيلم، هذا شكل النورمال لينفوسايت في البلاد فيلم. تمام، لو طلعنا كيف عند بتظهر مين عندي الاتيبيكال لينفوسايت. الان الليمفوسايت الان بنلاحظ الشكل تبعها البيوليتد زي ما حكينا عنها قبل شويه بيزوفيليك، هذه من الاشكال اللي بتدلل على وجود عندي اتيبيكال لينفوسايت عند المريض. لو طلعنا حكينا عنهم قبل شوية مع بعض في الفحوصات، ايش كنا حكينا من الاشياء اللي بستطيع اتعرف عليها، الاعراض infectious mononucleosis symptoms حكيناها كويس. ايش في شغلة بنشوفها بنتعرف عليها هنا بتوضح لي علاقتها مع مين، مع الكورس اوف انفكشن، مع الفترة الزمنية 2 weeks 4 weeks 6 weeks 2 months 3 months 6 months 1 year 5 years. لو طلعنا في المراحل الاولى في الاسابيع الاولى ايش الدلالات اللي عندي اتيبيكال لينفوسايت، وايش في عندي كمان الاي جي ام للفايرال كابسيد انتيجين.
هذه الاشياء، وانه ايش في عندي كذلك، في عندي فيروس اكسكريشن، هذه كلها تعطينا انديكيشن للاكيوت ستيج، للمرحله في مراحل الاكيوت من الانفكشن. الان لو جينا طلعنا مع بعض على مر الوقت ايش بصير عندي الان، اي جي جي، الان هي عندي الاي جي جي طبعا ايرلي انتيجن، للفيرال كابسيد انتيجن، للابستين بار نيوكليير انتيجن. هاي اعتقد الصورة واضحة، توضح لي كيف ملامح سير الانفكشن من الاسابيع الاولى حتى سنوات لو بقيت الحالة المرضية موجودة عندي. طبعا من حيث الدياجنوسيس لهذا النوع من الفيروس، على ايش بيعتمد هنا؟ طبعا السيرولوجي له دور هام في هنا في التشخيص، طبعا من خلال الاي جي ام والاي جي جي. فعلى سبيل المثال الاكيوت ابشتين بار فيروس انفكشن از يوجوالي ميد باي هيتيروفايل انتي بادي، واعتقد شرحناها بشكل ممتاز الهيتيروفايل انتي بادي تيست، ومن خلال طبعا الديتكشن اوف انتي ابشتين بار فيروس فيرال كابسيد انتيجين مين عندي الاي جي ام، والاي جي ام اللي بتدلل لي على وجود مين اكيوت ريسنت انفكشن. كذلك نود التنويه انه الكيسز لمين، للبيركوتس لنفوما، حالات اللنفوما مين بيلعب دور رئيسي واساسي في حالات النيزوفارينجيال كارسينوما او البيركوتس لنفوما، مين بيساعد في عمليه التشخيص فيها، ان انا بقوم بعمل مين هيستولوجي للتشخيص. التيومر طبيعته كان بيستند وذ انتي بادي تو لامدا لايت تشينز which should reveal، تستطيع من خلالها انها تبين عندي مونوكلونال تيومر اوف بي سيل اوريجن. هذه الاشياء بنستدل من خلالها للتعرف على مين، على البيركوتس لنفوما، بحيث انه تقريبا في اكثر من 90% نجد انه ايش الخلايا طبيعتها، الخلايا بتكسبرس اي جي ام على مين، على السيل سيرفيس. هذا شغله نوضحها بشكل مفصل. ايضا عندنا الكيسز اوف نيزوفارينجال كارسينوما should be diagnosed by histology، الحالات النيزوفارينجال كارسينوما يجب انه ناخذ في بالنا انه بتتشخص عن طريق مين، اللي هو الهيستولوجي زي ما حكينا عن البرغوتس لنفوما. كذلك من حيث الديتيرمينيشن للنيزوفارينجال كارسينوما، مين في عندي من الاجسام المضاده له دور نيزوفارينكس، تمام، هذه المنطقة تعتبر فيها شغل سيكريتوري، فبالتالي مين عندي من الانتي بادي اللي بيرتبط بالسيكريتوري له أهمية في فحصها الاي جي اي. فنجد انه بنعمل بصير عندي ديترمينيشن لمين، للتايتر، والتايتر بفيد ان نتعرف ايضا على الوجود والكم الموجود من الانتي بادي، وايضا من حيث المونيتورنج لمين، للتريتمنت. فديترمينيشن اوف تايتر اوف انتي ابشتين بار فيروس فيرال كابسيد اي جي اي بستخدمه في مين، في السكرينينج لمين، للايرلي ليجن للنيزوفارينجيال كارسينوما. also for monitoring treatment، ايضا لمتابعه العلاج. البيشنت with non specific ENT symptoms، المرضى اللي ما عندهمش اي اعراض للاصابه في انف واذن وحنجره، who have elevated titer، طبعا خصوصا عندهم التايتر عالي للابستين بار فيروس اي جي اي should be given through examination. يعني هذه الاشياء لازم ناخذها في عين الاعتبار خلال عمليه مين الفحص. الهيتيروفايل انتي بادي تيست، اظن حكيناها هذه الهيتيروفايل انتي بادي تيست، قلنا ان انا بستطيع الجسم بيكون انتي بادي، وانا استطيع ان افحص هذه الانتي بادي بمين، من خلال انتيجنز اخرى غير الانتيجنز اللي حفزتها في جسم الانسان. فعندنا هذا الفحص بنسميه بول بانل تيست، وفي البول بانل تيست ايش عندي الهيتيروفايل انتي بادي، مين بنتجها، هذه عباره عن البي لمفوسايت سكريتد باي بي لمفوسايت، ايش بتستطيع تعمل اجلوتينيت لمين، لا سيلز فروم اذر سبيشيز زي بين زي شيب ار بي سيز. يعني هل انه هذه انتيجنز يعني حتى من سبيشيز اخرى من شيب ار بي سيز عملت اجلوتينيشن للانتي بادي اللي انتجتها مين عندي البي سيلز للشخص المصاب بالانفكشوس مونونيوكليوسيس.
not directed against Epstein-Barr virus. طبعا التايتر من خلاله باستدل، اذا كان عندي تايتر من 1 ل 40 ببين عندي بوزيتيف اكيوت انفكشوس مونونيوكليوسيس، بوزيتيفيتي 50% فيرست ويك اوف إلنس، 60 ل 90% في السكند ويك او الثيرد ويك من المرض. هذا بوضح لك كيف نسب اللي هو البوزيتيف عندي في الاسبوع الاول والثاني والثالث من الاصابه. التريتمنت، لو جينا على البوركتس لينفوما، علاج كيميائي، يعني حستخدم كيمو ثيرابي انا لإلها، فغالبا استخدامها باستخدام الانتنسيف كيمو ثيرابي، طبعا باستخدامها بالاضافه باستخدام روتوكس ماب، وايضا الكيمو ثيرابي دراجز زي مين على سبيل المثال زي السيكلوفوسفاميد وكذلك الفينستريمين والميثوتروكسيد، كل هذه عبارة عن علاجات كيميائية تعطى لمين؟ للمرضى المصابين بالبركوتس لينفوما. قديش نسبة الكيور ريت الشفاء منها؟ تقريبا أكثر من 90% نسبة الشفاء نجدها أيضا في الأطفال وفي البالغين. فاست جروينج تيومرز رابد تريتمنت انيشيشن، لماذا يبقى هنا عندي في حالات البيركتس لينفوما من الهام جدا اللي هو التعرف على مين ناخد في عين الاعتبار اللي هو عملية العلاج السريع. بدء العلاج السريع يعتبر مهم، ليش؟ to speed of tumor growth، لأنه أنا إذا كان ما أخذناش علاج ومتابعة لهؤلاء المرضى إيش حيكون في عندنا؟ نمو سريع لمين؟ للسرطان للمريض. عشان هيك لازم يكون في عندنا كيمو ثيرابي للمريض، في تشخيص على طول بالهيستولوجي لمثل هذه الحالات والتاكد منها. اميونو ديفيشنسي اسوسييتد، نجد انه ايضا من الاشياء المتعارف عليها انه البركوس لومفوما ايش بقول لي هنا بالخط العريض مالها، عباره عن مور كومون، وين بلاقيها اكثر موجوده؟ في الناس المرضى الايز الاميونو كومبرومايزد. التريتمنت نو انتي فايرال ثيرابي از نيسيسري for uncomplicated infectious mononucleosis. بالنسبة للinfectious mononucleosis اللي هو الكيسنج ديسيز، لا يوجد انتيفايرال ثيرابي ضروري للحالات الغير المعقدة أو الصعبة. السايكلوفير وجدوا أنه it has little activity but administration of high dose may be useful، ممكن يكون الإعطاء جرعات من السايكلوفير بنسبة بجرعات عالية وقتش بنعطيها للحالات المهددة للحياة للإبشتين بار فيروس انفكشن. لكن أنا ما بلزمني أنتي فايرال ثيرابي إذا كان الحاجة الإنفكشوس مونونوكليوسيس يمكن الشفاء منه بشكل يعني بسيط وبدون أعراض صعبة وما دخلش في كومبليكيشن كبيرة، معناتها وي كان نو نيد تو يوز أنتي فايرال ثيرابي. لكن انا السايكلوفير على الرغم انه هو له ليتل اكتيفيتي الى اجينست الابشتين بار فيروس بات ادمنستريشن اوف هاي دوزز ماي بي يوسفول ان لايف ثريتنج ابشتين بار فيروس انفكشن، يعتبر اعطاؤه مفيد للحالات الصعبه من الابشتين بار فيروس انفكشن. هل يوجد فاكسين عندي؟ لا يوجد فاكسين. والبدء في الحديث عن سيتوميجالو فيروس اللي يسمى الفيروس المضخم للخلايا. طبعا التركيب كما تعودنا احنا بنعرف جيدا جدا تركيب الفيروس، تمام، النيوكليك اسيد كابسيد انفلوب السبايكس الجليكوبروتين، ملاحظين انه ارتباط السبايكس من خلال الفيبروبلاست سيلتا والبتيزل سيلز من خلال ريسبتورز، هذه المعلومات جيدا بنعرفها. نيجي على سيتوميغالوفيروس، طبيعة هذا النوع من الفيروس سيتوميغالوفيروس الفيروس المضخم للخلايا، طبعا مضخم لأنه الفيروس حجمه كبير، طبعا بينتمي للبيتا هيربس سب فاميلي من الهربس فيروس، يعتبر دبل ستراند دي ان اي انفلوب فيروس، هذه المعلومات مهم نعرفها في الفيروسات صح وخطأ، بل تبلتشوز طبيعة الفيروس.
نيوكليوكابسد 105 نانومتر ان دايمتر 162 كابسومير. نجد انه الاستراكشر للجينوم للسيتوميجالوفيروس بيشبه اللي هو اذر هيربس فيروسز، بحيث انه بتكون من لونج او شورت سيجمنت which may be oriented in either direction، طبعا بحيث انه ممكن تعطي توتال اوف تقريبا قديش ايزوميرز، تقريبا ممكن تعطيني 4 ايزوميرز. large number of protein are encoded، عدد كبير من البروتينات بصير لها encoded for but لكن العدد الدقيق لإلها مش معروف، اللي هو the precise number is unknown. CMV transmission، كيفية انتقال CMV cytomegalovirus، ينتقل عن طريق السلايفا، urine, blood, other fluid. common mode of transmission اللي هي من خلال مين ينتقل أيضا، وهذا نركز في الكلام sexual contact، ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي هذا النوع من الفيروس. ليش أنا هنا بعطيه أهمية للحديث؟ لأنه هنا إحنا بنحكي عن مين، بنحكي قاعدين عن سيتوميجالوفيروس اللي هو من ضمن مجموعة التورش، الفحوصات التورش للمرأة الحامل لما تروح عند الدكتور تكون معها إجهاض أو عندها congenital abnormalities فبتخلف أولاد في عندهم مشاكل وتشوه، من ضمن الفحوصات الأساسية اللي بيطلبها الدكتور تورش، تورش اللي فيها توكسوبلازما طبعا في عندي اللي هو سيتوميجالوفيروس. فطبيعة هذا الفيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويسبب، هاي كلام اللي أنا بدي أوضحه، إنه طبيعة الفيروس طبعا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي والنيرسينج وترانسفيوجن أورجان ترانسبلانت، هذه طرق الانتقال. وين أنا الإشي اللي بيهمني كمان بشكل كبير جدا 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 وبحط دويرة عليه كبيرة، congenital transmission أيضا، يعني إذا كان الرجل مصاب ينتقل للمرأة، والمرأة مصابة تنتقل إلى الرجل، وإذا انتقل للمرأة والمرأة حملت، ركزوا معاي، المرأة حملت ينتقل من خلال البلاسنتا إلى مين؟ إلى الجنين. إيش بصير في عندي congenital cytomegalovirus في مين؟ في الانفانس، في الطفل المولود حديثا، وهذه المشكلة الكبيرة. infection in newborns في الأطفال حديث الولادة، وقتيش ممكن تصير الإصابة عند الطفل حديث الولادة؟ ممكن تصير وقتيش؟ تصير حين الولادة during birth أو من خلال مين؟ breastfeeding. frequency بتحدث تقريبا واحد في كل 150 في الولايات المتحدة على سبيل المثال. epidemiology طبيعة الانتقال لهذا الفيروس CMV of the one of the most successful human pathogen، بحيث انه ينتقل vertically من الام الى الجنين و horizontally، vertically معروف مقصود لما اقول vertically من الام الى الجنين، وايضا ينتقل horizontally usually with little effect of the host. طب transmission وين ممكن يحدث؟ بيوترو، في اليوترس، بيرينيتال انت الولادة، بوستنيتال بعد الولادة. once infected، هذا الكلام اللي انا بدي اذكركم فيه جيدا، للسيتوميجالوفيروس اذا الانسان او المرأة اصيبت فيه، وهي انا بدي احط معاه الشحطة السوداء شحطة حمراء، ايش ماله الشخص، ايش ماله carry the virus for life، يحمل هذا الفيروس معاه طول الحياة، which may be activated from time to time، والذي يمكن أن ينشط من وقت إلى آخر، during which infectious virions appear in urine and saliva، حيث أنه بيظهر طبعا من في الوقت لآخر في اليورين saliva. reactivation يمكن طبعا latent virus، صح؟ لأنه latency الهربس فيروس، فايش ماله يمكن ان يحدث ايش عندي reactivation، وهذا reactivation ممكن يؤدي الى مين vertical transmission. it is also possible
for people who have experienced the primary infection to reinfected with another or the same strain of CMV. حتى انه الشخص الذي اصيب، مركزين معايا، ماله ممكن انه يصير له reinfection، تعاد الاصابه فيه مره اخرى، ممكن بانذر سترين من السيتوميجالو فيروس، وممكن مين بنفس السيتوميجالو فيروس. وهذا لا يختلف الدس، واللي هذا اعاده الاصابه اللي احنا بنسميها هذه دس ري انفكشن، doesn't differ clinically، لا يختلف طبيا عن الري اكتيفيشن. اطباء هذا الكلام مهم جدا، مهم بالنسبة لما أنا بدي أجي أشخص الطب، الناس اللي حتتخصص بكرة إن شاء الله في النساء والولادة، جدا مهم أتعرف على الهيستوري. من الأشياء الهامة جدا لما بدي أشخص أي حالات مرضية لها علاقة بهذا الأمر، برضو أخذ في بالي الداتا كولكشن، مش أنا بس from what you are complaining. لا أنا عندك صراحة، يمكن بحترم أنا في عند نظام عندهم الأجانب، بقعد في المكشفية عند المريض لما بده يشخص يتبع الحالة المرضية معاه، بقعد معاه أقل حاجة ربع ساعة ويمكن تمد، ومن نص الوقت قبل هذا باخذ داتا عن المريض، داتا هيستوري، حدا أصيب في العيلة قبل هيك. هذه الأشياء أيضا هام، خدها في عين الاعتبار. الناس اللي تصاب بالروبيلا كذلك حنحكي عنها، هذا بنحكي قاعدين عن السيتوميجالو فيروس، هل المرأة تعرضت له في السابق؟ عمال بنحكي قاعدين انه في عنا ري انفكشن وفي عنا ري اكتيفيشن. هذا كلام مهم. ايش معنى ري انفكشن؟ انه اصيب بها مرة اخرى، ويمكن الاصابة بمرة اخرى كانت من نفس السترين او سترين اخرى. ري اكتيفيشن الفيروس، اعادة تنشيط الفيروس مرة اخرى، ري اكتيفيشن. In developed countries with high standard of hygiene، 40% يعني في البلاد المتطورة اللي فيها النظام الصحي ممتاز، وجدوا أنه 40% من البالغين are infected and ultimately 70% of the population، نسبة كبيرة من population مصابوا بهذا الفيروس. في الـ developing country النسبة أعلى، أكثر من 90%. Pathogenesis، الفيروس may be transmitted زي ما حكينا، يترو، رحم، بيرينيتالي عند الولادة، بوست نيتالي عند الولادة، بعد الولادة. Perinatal infection is acquired mainly through infected genital secretion. طبعا انت الولادة genital secretion له دور، وكمان عندك الحليب المرأة له دور في ذلك، في النقل. بحيث انه بالمجمل العام 2 ل 10% من اطفال حديثي الولاده يصابوا بهذا الفيروس بسن 6 شهور، age of 6 months. بوست نيتال انفكشن ممكن ان يحدث من خلال مين؟ saliva. sexual transmission may occur as well as through، ممكن انه يصير انتقال زي ما حكينا قبل شويه عن طريق الاتصال الجنسي، ومن خلال مين كمان؟ من خلال blood product transplant organs. هذه وسائل النقل هامة جدا نأخذها في عين الاعتبار. الكلينيكال مانيفستيشن، ايش اللي بلاقيه عندي انا هنا في الكلينيكال مانيفستيشن؟ في الكونجينيتال انفكشن may result in، يؤدي الى cytomegalic inclusion disease، بحيث انه ايش بنلاقي على سبيل المثال في البيرينيتال انفكشن؟ بتكون طبعا يوجوال اسيبتوماتيك، في البوست نيتال ايضا اسيبتوماتيك، ولكن في بعض الحالات ايش ممكن تظهر عليها اعراض مين؟ اللي احنا عارفينها، اعراض الانفكشوس مونونيوكليوسيس، اللي هي عباره عن ايش؟ ممكن يصير فيه فيفر، لمف ادينوباثي، وايضا سيبلينوميجالي، ولكن مظبوط بتشبه اعراض او السندروم اوف انفكشوس مونونيوكليوسيس، لكن لو جيت انا عملت الهيتروفايل انتي بودي تيست ايش حتكون عند النتيجه هنا؟ نيجاتيف، لانه هنا طبعا الاساس مين عندي انا؟ المسبب الفيروس سيتوميجالو فيروس، لكن ظهرت اعراض مشابهه لمين؟ يعني اللي هي الحاله المرضيه للانفكشوس مونونيوكليوسيس. تمام؟ على الرغم انه حتى كمان في مثل هذه الحالات
نجد انه في عندي اتيبيكال ليمفوسايت ممكن الاقيها موجوده عنده وين؟ في الدم. لكن الهيتيروفايل انتي بودي تيست بتكون نيجاتيف. في ايضا تنويه في الحديث انه الاميونو كومبرومايزد بيشنت زي الترانسبلانت ريسيبينتس والايدز بيشنتس، هدول الناس اللي عندهم ضعف في المناعه اللي حاملين ذراع ومصابين بالايدز، هدول برون قابلين لان يصابوا بسيتوميغاليك فيروس ديسيز such as يعني بالإصابة بصابوا بسيتوميغالو فيروس ديسيز، وأيضا ممكن إنه يصابوا بمين بأمراض أخرى زي نيمونايتس وريتينايتس كولايتس وإنسيفالوباتي. وهذا الكلام إحنا بنعرف لأنه الحالة هذه إيش تعتبر أوبورتونيستيك، ولما تكون أوبورتونيستيك يعني إيش مالها، يعني معرضة للإصابة بعدد إيش أكبر من الأمراض. reactivation أو reinfection والسيتوميجالوفيروس اسيبتوماتيك الا في يعني بتكون بدون اعراض الا في حالات. مين اكثر شغله ممكن الاقيها تظهر الاعراض في الناس اللي عندهم ضعف في المناعه؟ في الكونجينيتال انفكشن انه انا بعمل ايزوليشن لمين؟ للسيتوميجالوفيروس من السلايفا او اليورين خلال 3 اسابيع من الولاده. هذه نقطه مهمه، ديفايند كونجينيتال انفكشن بتعريفها ان انا بأعزل السيتوميجالوفيروس من لعاب الطفل المولود حديثا بعد 3 اسابيع في اللعاب او باليورين في خلال 3 اسابيع من الولاده. غالبا وجدوا انه الكومنست الشائع الكونجنيتال فايرال انفكشن بأثر على تقريبا قديش نسبه من الاطفال حديثي الولاده، من بوينت واحد من بوينت 3 الى 1% من الاطفال المولودين احياء، لانه بحيث انه يعتبر تعريفه، نركز في هذا التعريف كلام كتير مهم مهم جدا. ايش تعريفه هنا؟ second most common cause of mental handicap after down syndrome. يعني شوف لوين تأثيره، بأثر على المنتل، تمام؟ يعني بصير في عندي handicap في المنتل، بصير في تخلف عقلي ممكن يصير عند المريض. نعم، mental handicap يعني بيجي بعد داون سيندروم، وبالتالي ممكن يصير responsible for more cases of congenital damage. بعدين هذا الكلام هناك احنا في التورش قلنا في عندنا شو اسمه سيتوميجالوفيروس في الروبيلا، لكن هنا الكونجينيتال دامج يمكن ان يكون اكثر حتى من الروبيلا، اكثر من مين؟ من الروبيلا فيروس. The transmission to fetus may occur following primary or recurrent cytomegalovirus infection. 40% chance of a transmission to fetus following primary infection. يعني يوجد نسبة 40% انه ينتقل من الأم إلى الجنين بعد إصابتها بالبرايمري انفكشن بالسيتوميجالوفيروس. May be transmitted حتى انه يمكن للفيروس ان ينتقل للجنين خلال مراحل الحمل all stages of pregnancy. لماذا كل ذلك؟ لانه في عندنا cytomegalic inclusion disease، لانه هناك امراض مرتبطه بهذا الفيروس cytomegalovirus. مثال على ذلك ايش ممكن يصير عندي من عواقب الاصابه فيها؟ CNS abnormality، هيو عمال بالخط العريض، مايكروسيفالي، ايش كمان؟ mental retardation، بصير عندي تخلف عقلي عند الطفل المولود حديثا، epilepsy، صرع، ايش في كمان؟ مشاكل وين عندي؟ في العين، في الاذن، الليفر، في اللنج، في الهارت، في ثرومبوسايتوبينيا باربرا. late sequel individual asymptomatic at birth. ممكن يصير عندهم مشاكل وين كمان؟ في السمع، ويصير في عندهم كذلك مشاكل في الانتليجنسي، في الذكاء العقلي. فلذلك هذا النوع من الفيروسات يتم التركيز عليه بشكل كبير من حيث التشخيص والمتابعة، لأنه هي عمل صار عندنا صورة واضحة إيش هذا الفيروس ممكن يعمل مشاكل.
لابراتوري دايجنوسيس، كيف بشخص هذا الفيروس؟ تشخيصه من خلال بايوبسي specimen may be examined histologically للسيتوميغالوبين inclusion bodies. Cytomegalovirus inclusion bodies or for the presence of cytomegalovirus antigens. لكن السنسيتيفيتي بتكون لو، لانه اكثر شغله من البيوبسي بستطيع ان استدل عليها بشكل واضح اكثر اللي هي cytomegalo inclusion bodies. تمام. BB65 cytomegalovirus antigenemia test. BB65 CMV antigenemia test. هذا بيروتين يوز عشان نتعرف على السيتوميغالوفيروس، وخصوصا في الناس اللي عندهم ايش ضعف في المناعة. ممكن نعمل PCR للسيتوميغالوفيروس DNA في بعض المراكز، ولكن بعض الأحيان بيقولوا ممكن يلاقوا بعض المشاكل في عملية الانتربريتيشن للريزلت، أي عند البي بي 65 أنتيجين detected in the nuclei and peripheral blood neutrophil. أي هذا الفحص يعتبر من الفحوصات التي أستخدمها للتعرف على سيتوميغالوفيروس. أيضا من حيث اللاب دايجنوستس ممكن أعمل أنا عندي فيروس ايزوليشن، والفيروس ايزوليشن باستخدام السيل كلتشر تعتبر جولد ستاندرد ميثود، لكنها تتطلب تقريبا عندي 4 أسابيع حتى أحصل على مين على النتيجة. More useful are rapid culture method. زي مين rapid culture method؟ اللي هي detection of early antigen fluorescent loci DEAFF. Detection of early antigen fluorescent foci. طبعا تيست which can provide result، هذا الريزلت بطلع لي اياه في قديش تقريبا 24 ل 48 ساعة. Characteristic cell sign، حيث ان السيتوميغالوفيروس سيلز شو اول طبيعة الخلايا ايش بتبين عندي؟ اول اي انكلوجن اون ستيننج، وهذه بتميز لي اياها وبستطيع ان اتعرف عليها بشكل واضح للخلية من خلال الاول اي انكلوجن في الستيننج. سيرولوجي، طبعا السيرولوجي ايضا البرينيتال سيكريشن سي ام في از انكلودد ان تورش تيستينج. اللي هي عندي في توكسوبلازما، وفي عندي روبيلا، وفي عندي سيتوميغالوفيروس. كل هذه الفحوصات بيعملوها للمرأة الحامل التورش. Presence of cytomegalovirus IgG indicate mean، هذا الكلام نعرفه جيدا. Past infection، وجود ال IgM يدلل على وجود مين؟ Primary infection. هي هذه عندي بشكل واضح cells infected بمين؟ cytomegalovirus. ايش مالها enlarged؟ وايش في عندي شكل؟ منساهاش هذه الجملة مهمة جدا جدا، اللي انا بستدل من خلالها على مين؟ على السيتوميغالوفيروس الاول اي نيوكليس. اول اي نيوكليس، هذه من خلالها استطيع الاستدلال وبسهولة على سيتوميغالوفيروس. هي ان سيتوباتيك افكت طبعا بيحدث للخلايا لما مش بزاها. هي عندي طبعا الفحص detection of early antigen fluorescent foci، طبعا واضح جدا السي ام في فيروس موجود عندي من خلال centrifugation culture fixed and stained 6 hours after incubation and inoculation showing viral protein of nuclei of infected human fibroblast cells. تمام. طبعا specimens for laboratory diagnosis في النيونيتس، ايش العينات اللي بناخدها؟ ممكن يورين، ممكن سلايفا، ممكن نفحص سورولوجي. في الادلت ممكن ناخد عين من اليورين، من البلاد كالتشر،
برضه نعمل سيرولوجي للاي جي ام والاي جي جي. بريجننت وومن سيرولوجي ل البريجننت وومن للاي جي جي والاي جي ام. الاميونو كومبرومايزد، اميونو كومبرومايزد ملاحظين انه ايش ممكن ياخذ عينة من اليورين، من السلايفا، من البلد، من التشيو، كل هذه تعتبر أماكن ممكن ياخذ منها العينة. بالإضافة إني إيش في عندي شغلة دلالة يعتبر باست انفكشن من خلال الاي جي جي. التريتمنت سي ام في تريتمنت، طبعا يعني سيكلوفير، طبعا هذه تعتبر من ضمن العلاجات اللي بتنعطى فاجو سيكلوفير، في يعني كذلك سيدوفير فور سيفير كيسز من السيتوميغالو فيروس انفكشن. هذه اللي هي سي ام في تريتمنت لهذا النوع من الفيروسات الهام عملية تشخيصه ومتابعته. هيك كان هنا الجزء الأول من المحاضرة، بنستكمل باقي المحاضرة في الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.